للحديث أكثر حول هذا الموضوع سينضم إلينا محافظ سلطة النقد فراس ملحم. أهلا بك. أهلا وسهلا بالمستمعات والمستمعين. يعني سيد فراس، بناء على هذا المؤتمر وخلال المؤتمر الصحفي تطرقتم خلاله من أبرز طبعا التطورات الحاصلة في جهاز المصرف الفلسطيني، أبرزها هو موضوع تحويل رواتب العاملين في داخل الأراضي المحتلة. يعني أين وصلتم حتى الآن في إجراءات تحويل رواتب العمال في بنوك المحلية؟ نعم، بداية أشكرك على هذا السؤال، وهنا أود أن أشكر يعني معالي الوزير حسين الشيخ الذي أخبرنا جميعا أن هناك موافقة إسرائيلية على أساس تحويل رواتب العاملين في الداخل إلى عن طريق البنوك الفلسطينية. هذا تطور هام جدا. نحن نتابع بتنفيذ هذا القرار مع بنك إسرائيل ومع الجهات المعنية في داخل إسرائيل على أساس أنه يتم أتمتت عملية تحويل تلك الرواتب. نعم. كما ذكرت في المؤتمر الصحفي، هذا إنجاز كبير ولصالح العامل الفلسطيني. هناك تخوف من العامل الفلسطيني من قضية أن يكون في هناك دفع ضرائب مرة أخرى. أنا بطمن العامل الفلسطيني، لن يكون هناك أي ضريبة على أي مبلغ بصل أي بنك فلسطيني. بالعكس، تحويل الرواتب عبر البنوك سوف يخدم العامل الفلسطيني، سوف يساعد في التنمية الاقتصادية أيضا، وسوف يحمي حقوقه، حقوق هذا العامل. نعم، يعني شو المقصود مرة تانية بشكل مبسط لا ازدواج ضريبي على رواتب العمال؟ يعني بمعنى أنه حسب اتفاقية باريس الاقتصادية العامل الفلسطيني يدفع الضريبة في الداخل، وبالتالي تأتينا هذه الضريبة عبر المقاصة. نعم. وبالتالي مدام أنه يدفعها في الداخل لا يجوز أن نفرض عليه ضريبة مرة أخرى، بكل مرة أخرى، هذه صحيح. بكل بساطة. نعم، لماذا ومتى سيتم تعميم فكرة البنوك الرقمية أو أن تصبح على أرض الواقع؟ نعم، جاء حديثي في إطار ما قلت أن العالم متجه نحو الرقمنة، نحو العمليات المصرفية الإلكترونية، وجزء من تحولنا مستقبلا هو أن نرخص بنوك رقمية. نعم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن البنك الذي سوف نرخصه في المستقبل لن يكون له تواجد عبر الأفرع، وكل العمليات من فتح الحساب إلى التحويل إلى أي عملية بنكية إلى حتى الحصول على قروض سوف يكون مؤتمت 100%، وبالتالي المواطن سوف يتعامل مع هذا البنك وينفذ جميع عملياته عبر الإنترنت. وهذا هو وهذا هو شيء مبسط عن ما هو مقصود بالبنوك الرقمية. نحن الآن في إطار تحضير الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص، ومستقبلا سوف يتم ترخيص تلك البنوك وسوف تعمل، لكن هذا سوف يأخذ وقت، يعني من نحكي عن 2 لـ4 سنوات. نعم. 2 على الأقل تقدير لأربع سنوات. سؤال أخير سيد فراس، زي ما نحكي عن مشكلة فائض الشيكل، المشكلة القائمة حتى الآن في السوق الفلسطينية، ما هي استراتيجية سلطة النقد للحد من هذه المشكلة؟ نعم، هناك عدة خطوات نقوم بها بهذا الإطار. نحن نتواصل مع الجانب الإسرائيلي حتى نحل ولو جزئيا هذا التراكم للشيكل في السوق الفلسطيني، لكن من ناحية استراتيجية حتى نحل هذه الإشكالية يجب علينا أن نتحول إلى الدفعات النقدية الإلكترونية بدل الاستخدام النقدي. هذا هو أحد الاستراتيجيات حتى نحد من الشيكل. على فكرة، تحويل الرواتب العمالة الفلسطينية في الداخل عبر البنوك وأيضا سوف يساهم في عمل في الحد من تراكم الشيكل القائم حاليا على أساس القبض النقدي من قبل العامل الفلسطيني. فالرقمنة والتحول الرقمي والتحول نحو الخدمات الإلكترونية سوف يحد من التعامل بالشيكل مستقبلا. نعم. بتحكي شغلة إنه حتى الدول العالم الثالث أصبحت تتعامل بالكاش،
احنا عندنا ثقافة التعامل بالكاش، شوي شوي بدنا نتغلب عليها. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا محافظ سلطة النقد فراس ملحم عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.